أهلا وسهلا بكل الأصدقاء والصديقات ولكل من سأل عني. أخصص هذه الحلقة لمشروع المهدي بن بركة، والذي يعتبر أحد المراجع الكبرى في الفكر السياسي والاجتماعي والثقافي بالمغرب، وذلك على الرغم من الفترة القصيرة التي عاشها 45 عاما قبل اختطافه واغتياله في باريس يوم 29 أكتوبر 1965. وتبقى من أهم أعماله تأسيسه لمشروع مجتمعي مغربي قوامه الحرية والكرامة والديمقراطية، وهو مشروع من طبيعة الحال يحلم به كل مغربي نظرا لقوته ورصانته وكذلك لأبعاده الوطنية وأبعاده الاستراتيجية. يقول المهدي بن بركة: يعني إن مهمتنا الأساسية في عهد الاستقلال، المهمة الأساسية في عهد الاستقلال هي بناء مجتمع جديد يحقق الرفاهية والسعادة والازدهار الفكري لجميع المواطنين. من طبيعة الحال هذا الازدهار الفكري لجميع المواطنين ينبني كذلك على نقطة ثانية، وهي الشعور بالمسؤولية، وهو الذي دفع المخلصين يعني من أبناء الشعب إلى التضحية بالمراتب وبالمال والجاه وسلوك طريق الكفاح والسجن والمنافي دفاعا عن الوطن. يعتبر كذلك النقطة الثالثة، يعتبر التوزيع العادل للدخل القومي، أو ما نصطلح عليه الآن التوزيع الثروات في المغرب، سببا في رفع مستوى عيش المواطنين، حتى لا يتخيم البعض بنصيب وافر، بمعنى ماشي حتى واحد الفئة قليلة هي التي تحتكر كل شيء، ويكاد يموت البعض الآخر يعني جمهور الفقراء ولشعب الفقراء من جراء ما يعانيه من حاجة ماسة لسد حاجياته. إذن هناك ثلاثة شروط أساسية يجب أن يحققها كل شعب يريد نجاح حسب المهدي بن بركة. أولا، التوفر على قيادة حكومية وشعبية مخلصة. أولا، توفر على قيادة حكومية وشعبية مخلصة قوية وتمتاز بالحكمة. ثانيا، وضع التصميمات والمخططات لتحقيق التطور وتنفيذها بدقة. ثالثا، مشاركة الشعب في تنفيذ ومراقبة هذه التصميمات، وذلك بواسطة مؤسسات ديمقراطية. إذن إن النظام، يقول المهدي بن بركة، الذي لا يعتمد على ثقة الجماهير والتفافها الإرادي حول هذا النظام، محكوم عليه بأن يبقى تحت رحمة عناصر فاقدة لكل فعالية. من طبيعة الحال كما نراها اليوم أنها تنتعش في اقتصاد الريع، وأن هذه المؤسسات يجب أن تستمد قيمتها يعني من الصاهرين عليها، وأن ضعف المجتمع المغربي في نظر يعني المناضل الكبير المهدي بن بركة يكمن في ضعف التربية والتعليم، وأن الأبحاث والدراسات ليست مجرد إنتاج ثقافي، بل هي وسيلة ضرورية لأي خطة نضالية تنبني عليها هذه المؤسسات، وتنبني عليها هذه التربية، وتنبني عليها هذا التعليم، وتنبني عليها هذه التصميم وهذه المخططات، لنصل في نهاية المطاف إلى قيادة أو حكومة قوية يعني تمتاز بثقة الجماهير. كانت هذه أبرز النقاط لمشروع المهدي بن بركة
أتمنى أن تنال إعجابكم كل المنى. شكرا لتواصلكم، لاقتراحاتكم، وكذلك لدعمكم المستمر في القناة. وإلى لقاءات متجددة بحول الله، كان معكم عبد الله. لا تنسوا دعمنا في القناة، ومن أجل تشجيع هذا المحتوى التاريخي والاجتماعي والسياسي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.